دستور وقانون، ومعانا الدكتور صلاح فوزي استاذ القانون الدستوري، وهنعرف منه بند دستوري مهم جدا، ونعرف الرابط القانوني بتاعه في صباح دريم. احلى صباح في مصر. الدستور في حزمة هامة من الحقوق والحريات، كان منتصرا لحريات معنوية وحقوق معنوية تتعلق بالفكر والاعتقاد، فأتت المادة 64 على سبيل التحديد نصت حرية الاعتقاد المطلقة. ليه حرية الاعتقاد المطلقة؟ حتى لا تقام محاكم تفتيش على النوايا، لأن الاعتقاد أمر داخلي، الشخص يعتقد أو لا يعتقد، يعتقد فيما يرى أنه موافقا لقناعاته أو لا يعتقد في أمر آخر وهكذا، ليس للاعتقاد مظهرا خارجيا. فحرية الاعتقاد مطلقة، كل واحد يعتقد اللي هو عايزه. وطبعا ده يعني مسألة بتراعي الضمير الداخلي للإنسان. الأمر الآخر حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون. إذن تخضع ممارسة الشعيرة الدينية للتنظيم، هي حق إنما مش حق مطلق، لسبب مهم جدا. الاعتقاد أمرا داخليا، الشعيرة الدينية مظهرا خارجيا. أنا لما أمشي أعمل موكب من المواكب الدينية أو أداء بعض الطقوس الدينية، دي مظهر خارجي، هذا يعد مظهرا خارجيا من مظاهر الاعتقاد. المظاهر الخارجية لابد أن تخضع للتنظيم. ليه؟ لأن ممكن المظهر الخارجي يمس النظام العام في الدولة.